محمد التابعي دنجوان الصحافة وأميرها. كان كاتبا ساحرا، بدأ الكتابة عام 1924 بكتابة مقالات فنية في جريدة الأهرام تحت توقيع حندس، كما كتب في بداياته فيروز اليوسف بدون توقيع، فقد كان يعمل موظفا في البرلمان المصري، وكادت مقالاته السياسية أن تحدث أزمة سياسية بين الدستوريين والسعديين. استقال التابعي من وظيفته الحكومية وتفرغ للكتابة في روزا اليوسف، وكان ثمنها في ذلك الوقت 5 مليمات مصرية. وتسببت مقالات التابع السياسية القوية في زيادة توزيعها حتى أصبح ثمنها قرش صاغ. ومحمد التابعي ولد في 18 مايو عام 1896 في بورسعيد، وتوفي في 24 ديسمبر عام 1976 في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. بدأت شهرته بعد أن أسس مجلة آخر ساعة الشهيرة عام 1934، وشارك في تأسيس جريدة المصري مع محمود أبو الفتح وكريم ثابت، كما كان محمد التابعي هو الصحفي المصري الوحيد الذي رافق العائلة الملكية في رحلتها الطويلة لأوروبا عام 1937. كان للتابع أسلوب ساخر، فقد أطلق أسماء هزلية على بعض الشخصيات السياسية المعروفة. كان يكفي أن يشير التابع في مقال إلى الاسم الهزلي ليتعرف القراء على الشخصية المقصودة. كما ألف التابع العديد من الكتب، أبرزها من أسرار الساسة والسياسة وبعض من عرفت ورسائل وأسرار. وكتب محمد التابع عن علاقته الغرامية الشهيرة مع المطربة أسمهان في كتابه أسمهان تروي قصتها، حيث تعتبر قصة حب التابع لأسمهان الأبرز بين علاقته العاطفية. وبعد وفاتها قال عنها: السيدة الوحيدة التي أحببتها في حياتي وما زلت أحبها وسأبقى أحبها هي آمال الأطرش أسمهان. ويصف التابع حبيبته أسمهان فيقول عنها: إنها لم تكن جميلة، لكن كان كل السر في عينيها الساحرتين، قائلا: عينيها السر والسحر والعجب، أسمهان كانت تعرف كيف تستعمل سحر عينيها عند اللزوم. وكانت علاقته الغرامية مع أسمهان مثار معارضة ونقد من مصطفى وعلي أمين، وحاولوا بشتى الطرق منعه، إلا أنه ظل يحب أسمهان حتى رحيلها. وقال عنه مصطفى أمين: كانت مقالاته تهز الحكومة وتسقط الوزارات، ولا يخاف ولا يتراجع، وكلما سقط على الأرض قام يحمل قلمه ويحارب بنفس القوة ونفس الإصرار. وقد تتلمذ على يديه عمالقة الصحافة والسياسة والأدب مثل حسنين هيكل، مصطفى وعلي أمين، وكامل الشناوي، وإحسان عبد القدوس، وأحمد رجب وغيرهم. ومن الأقوال المأثورة المنسوبة إليه أيضا: رسالة الصحفية أن أحارب الظلم أيا كان، وأن أقول ما أعتقد أنه الحق ولو خالفت في ذلك، أنا لا أسكت على الحال المايل، رأيي أن الصحافة تستطيع أن توجه الرأي العام وليس أن تتملقه أو تكتب ما يسره أو يرضيه. أن يفوتك 100 سبق صحفي أفضل من أن تنشر خبر كاذب.